عباد الله، عباد الله، يقول الواحد منا بانقضاء العام زاد عمري سنة، وحقيقة الأمر أن بقاءه في الدنيا قد نقص سنة، فالعمر معدود والأجل محدود، وما ذهب منه لا يعود. فالأعوام عباد الله إنما هي خطوات، إنما هي خطوات نمشيها إلى قبورنا، والله أعلم متى تنتهي الخطوات. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني إلى الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. والأجل يا عباد الله إذا جاء ليس فيه إنذار ولا تأخير، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. إن مرور الليالي والأيام والشهور والأعوام يذكركم باليقين الذي يتناساه بعضنا، يذكركم بالموت. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. وجاءه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وبوانة مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها، يعني في بوانة، وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فدل على أنه لو كان في بوانة، لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، لمنعه من النحر فيها لله حتى لا تقع منه المشاركة لهم في عيدهم. وأثنى الله جل وعلا على عباد الرحمن، أثنى عليهم بعدم حضورهم أعياد المشركين، فقال جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور. وبذلك فسرها جماعة من السلف. وقال عمر رضي الله عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. رواه البيهقي بإسناد صحيح. فليحذر المسلم، فليحذر المسلم من مشاركة اليهود والنصارى والمشركين في أعيادهم الدينية، أو الإهداء لهم فيها، أو إعانتهم عليها، أو تهنئتهم، أو إظهار الفرح والسرور بها، أو قبول هداياهم بمناسبتها، لأن ذلك كله يشعر برضا المسلم بهذه الشعائر الباطلة المتعلقة باعتقاداتهم الكفرية. فضيلة الشيخ، مع دخول هذا الشهر الميلادي تبدأ احتفالات النصارى بالكريسماس وأعيادهم، ما حكم مشاركتهم في احتفالاتهم سواء بعملها أو حضورها أو تبادل الهدايا فيها أو التهاني؟ لا يجوز كل هذا، لا يجوز مشاركتهم وحضورها. الله جل وعلا قال: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد الكفار، لأن حضورهم فيها إقرار لها ورضا بالمنكر، هذا لا يجوز. ولا تهنئتهم فيها، لا يجوز هذا كله، لأنها أعياد مبتدعة، حتى في دين النصارى ما هي مشروعة، إنما هم ابتدعوها. نعم. عيد النصارى عيد يعود عليهم اجتماعه لغرض ماذا؟ الآن عيد الميلاد، ميلاد المسيح، في هذا العيد يجتمعون على ماذا؟ على التقرب لرب العالمين، والتقرب أيضا للمسيح، لأنه إله عندهم وابن للإله، فيجتمعون على الشرك وعلى التقرب لغير الله وعلى فعل منكرات تفعل في تلك الاجتماعات، الشرك والمنكر والمعصية والاختلاط وربما الخمور وربما آلات اللهو، أشياء كثيرة. فالمسلم ما له لهذه الأماكن، سواء دعي
أو لم يدعى لا يحل له أن يذهب لهذه الأماكن. وأيضا لا يحل له التهنئة أن يهنئهم يقول أهنئكم بعيدكم، عيد باطل، هو تهنئهم على الباطل. هل تهنئهم على الباطل أهنئكم بالعيد أو جعل الله عيدكم عليكم سعيدا؟ تهنئه بالباطل. رجل يثلث ورجل يجتمع على المنكر في وتقول لك مني التهنئة، على ماذا تهنئه؟ تهنئه على قصده السيء في ذاك العيد، أو على الفعل السيء الذي يفعل في ذاك العيد، على ماذا تهنئه؟ فمن يفهم حقيقة الإسلام لا يهنئ أهل الباطل على عيادهم القائمة على الباطل. يعني هل فهمت يا من تريد أن تهنئهم على عيد ما، على ماذا قام العيد وماذا يفعل في هذا العيد، وهل هذا العيد مما يرضي الله ومما يسخطه؟ هذه أمور لا بد أن ينظر فيها الإنسان قبل أن يدخل في هذا الأمر. والله تعالى أحسن.